زملائي عفان العفان وسلطان السمي وأيضا المشارك الزميل القادم محمد المسردي، وأشكر ضيف الشرف سالم بن حزام. قبل أن نبدأ استقبال بقية الشعراء نتعرف على الشعراء المتأهلين لمرحلة 24 في الحلقة الثانية بأعلى تصويت. المتأهل الأول الشاعر محمد بن شايع الشواطي، ثاني أعلى تصويت الشاعر إبراهيم المرزوقي، ثالث متأهل الشاعر ناصر بن سعيد الحارثي، رابع متأهل معنا للمرحلة 24 الشاعر أحمد بن جبار المطيري، وآخر المتأهلين هو الشاعر أحمد بن ملفي الهزيمي. حضورنا الكريم، مشاهدينا الكرام، شاعرنا القادم جاء من منطقة عرفت بأثارها المتنوعة وهو الشاعر فيصل الحميضان. نتابع التقرير عنه ثم نستقبله.